السلام عليكم وصباحكم الله بالخير. هذا يوم جميل جدا في تركيا، في مدينة أنطاليا على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. صراحة مدينة أنطاليا مدينة جميلة جدا، وأنا ما توقعت تركيا بهذا الجمال. أنا أول مرة أزور تركيا، وصراحة الطباع اللي أخذتها في تركيا، عن الناس في تركيا، هذا الشعب من أجمل الشعوب في العالم صراحة. هذا البلد من أجمل البلاد في العالم، وشعبه من أطيب الشعوب في العالم، وحكومة من أجمل الحكومات في العالم. لأن وين ما تمشي في تركيا تشوف كل شيء نظيف، كل شيء مرتب، كل شيء يعني شوارعهم جميلة، جمال عجيب يعني، مو جمال عادي يعني، جمال يعني هم متفننين في جمال المدينة. كل المدن اللي أنا زرتها في تركيا ما رأيت والله إلا كل شيء رأيته بعيني جميل. الناس في كل مكان طيبين وجميلين جدا صراحة، تحب الشعب التركي تحبه غصبا عليك تحبه، ويحبون العرب. يعني أنا كنت ماخذ فكرة إن الأتراك ما يحبون العرب، بس هذا مو صحيح. الأتراك يحبون العرب، وأصلا كل واحد يشوفني ويدري إني عربي، خاصة في كبادوكيا، في صبنجة وفي كبادوكيا. معظم الناس اللي شفتهم التقيت فيهم الأتراك يقولوا لي يعني أنت حظك إنك أنت عربي، لأنك أنت تقدر تقرأ القرآن. بس انا يقول ما اقدر اقرا القران، يقولوا لي اقرا لنا هذه الايه، اقرا لنا هذه شنو مكتوب لي. يقول لي انت محظوظ انك عربي لانك انت تقدر تقرا القران، احنا ما نقدر نقرا لان ما نعرف عربي ولا نعرف نقرا عربي. ففي حب كبير هنا للانسان العربي صراحه. والفكره اللي انا كنت ماخذها ان الاتراك يكرهون العرب، هذا فكره مو صحيحه بالمره. تركيا بلد جميل جدا، شعبها طيب، وحكومتها ممتازة، حكومتها طيبة ممتازة، مهتمة في بلدها اهتمام كبير. يعني اهتمام الحكومة التركية في كل المدن اللي أنا زرتها في تركيا، ما تقدر تقول والله أن الحكومة مقصرة في أي شيء، لا في تنظيف الشوارع، لا في شوارع جديدة، لا في المدن، لا في خدمات الإنترنت وكل أنواع الخدمات، كل شيء نظيف. يعني وين ما تروح ما تلقى وصاخة في الأرض لا نهائيا. يعني مدينة كلها غابات، ولكن حتى ورق شجر اللي على الأرض ما تلقاه، سبحان الله. يعني كل شيء نظيف، بلد جميل جدا. وأنا والله أنصح كل إنسان يزور تركيا ويزور هذه المدينة اللي اسمها أنطاليا، هذه اللي أنا الآن موجود فيها. هذه أنطاليا الجميلة، لها شاطئ هنا على البحر، يعني بس انك تنزل في الماء البحر تسبح شيء عجيب والله العظيم، شيء جميل جدا. خلونا نشوف هذه المدينة ونستكشفها مع بعض. انا وصلت امس، وان شاء الله المدينة جدا جميلة وراح تستمتعون فيها ان شاء الله، خاصة اسواقها المدينة القديمة. المدينة القديمة جميلة جدا، والسياح هنا ما شاء الله عددهم كبير. بس شوف سرب الطيور، هذا الملون هذا جميل. شوف سرب الطيور هذا في أنطاليا جميلة صراحة. أنطاليا جميلة جدا جدا جميلة، وأهلها طيبين. هذا قلعة أو برج قديم يعني موجود من ايام اعتقد الرومان، اعتقد اذا الرومان او قبل ما ادري والله، بس يعني برج جميل، يعني يعتبر من معالم انطاليا هذا البرج. هذا اعتقد هو كان مثل منارة او شيء حق او حرس يحرسون البحر او هذا الخليج، يعني خاصة هذا الخليج يحرسونه او انه يشاهدون السفن. هذه المدينة القديمة، الآن احنا في المدينة القديمة، احنا بس جايين الصبح الآن الساعة تقريبا 10 و10:30 الصبح.
شكرا. في هذه المدينة القديمة ما خلاص. إذا تبون تجون هني تركيا تعالوا المدينة القديمة هذه. طبعا هذا المكان المدينة القديمة في أنطاليا. الأسواق القديمة الجميلة. زين. هذه هي الأسواق القديمة اللي بيعون فيها يعني كل شيء، تحف خاصة التحف يعني هي موجودة تحف أكثر شيء، والمطاعم. هذه هي عبارة عن كل مطاعم، كلها تحضرون كل مطاعم يعني. مدينة جميلة وكلها مطاعم. هذه المنطقة مشيناها هني بالليل، يعني البشر لاصقين في بعض، عدد الناس هني يعني كبير جدا. عدد الناس هني بالليل يعني ما تقدر تمشي من الزحام الشديد يعني. كل مدينة قديمة، مدينة قديمة كبيرة جدا، لكن اشوف شلون، شوفوا شلون جميلة كلها. يعني معظمها هي هني مطاعم. هذا بالليل كل هني، هذا يعني كل انواع المشروبات، كل انواع المشروبات تلاقيها هني. كل الشباب هني والبنات مدينة يعني هني تنجح بشر بالليل. بالنهار هادية ما فيها، قليلة يعني. بالنهار الناس معظمها بالفنادق وفي البحر او في اعمالهم، بس يجون هني بالليل، يجون بالليل هني وما شاء الله يعني تكون المدينة مليانة بشر. جماعة شوفوا، شوفوا تركيا شلون حلوة، شوفوا هذه أنطاليا، أنطاليا الجميلة، وهذه شوارع أنطاليا، هذه قلاعها القديمة، شوفوا هذه القلاع قديمة جدا. جمال أنطاليا، أنطاليا جدا طبيعتها جميلة. أنا عجبني هذا النخل، النخل العالي هذا في أنطاليا، لاحظينها عالي جدا جدا، عالي وجميل. هذه الأسواق هنا، الأسواق هنا في أنطاليا ما شاء الله يعني شيء جميل جدا. بلد جميل منظم ونظيف وقديم جدا يعني. هذا احنا الآن في المدينة القديمة اللي هذه فيها قلاع، هذه كلها قلاع قديمة موجودة هنا. وفي داخل طبعا هنا المرسى، في مرسى قديم جدا مع قلعة كبيرة، راح أصورها لكم بعد شوي. منظر الشوارع هنا شيء راقي جدا، شيء راقي صراحة. تركيا أجمل من أوروبا، من أوروبا كلها يعني. إذا زرت أوروبا كلها راح تجد أن تركيا أجمل من أوروبا كلها يعني، أجمل من النمسا، وأجمل من لندن، وأجمل من ألمانيا. يعني مدن جميلة كلها، لكن أنا رأيت أن تركيا أجمل منهم كلهم. جماعة شوفوا، شوفوا تركيا شلون حلوة، شوفوا هذه أنطاليا، أنطاليا الجميلة، وهذه شوارع أنطاليا، هذه قلاعها القديمة، شوفوا هذه القلاع قديمة جدا. شوفوا جمال أنطاليا، أنطاليا جدا طبيعتها جميلة. أنا عجبني هذا النخل، النخل العالي هذا في أنطاليا،
تلاحظينها عالي جدا جدا عالي وجميل. هذه الاسواق هنا، الاسواق هنا في انطاليا ما شاء الله يعني شيء جميل جدا. بلد جميل منظم ونظيف وقديم جدا. يعني هذا احنا الان في المدينه القديمه اللي هذه فيها قلاع، هذه كلها قلاع قديمه موجوده هنا. وفي داخل طبعا هنا المرسى، في مرسى قديم جدا مع قلعه كبيره راح اصورها لكم بعد شوي. بس منظر الشوارع هنا شيء راقي جدا، شيء راقي صراحه. تركيا اجمل من اوروبا، من اوروبا كلها. يعني اذا زرت اوروبا كلها راح تجد ان تركيا اجمل من اوروبا كلها، يعني اجمل من النمسا واجمل من لندن واجمل من المانيا. يعني مدن جميله كلها، لكن انا رايت ان تركيا اجمل منهم كلهم. سالف من منظر النخل، هذا منظر النخل هنا جميل جميل جدا. صحيح المدينة القديمة، المدينة القديمة روعة روعة، شيء يعني كأنك في الجنة سبحان الله. المساجد ما شاء الله في كل مكان، المساجد في كل مكان، تشوف المساجد عندهم. بس ابي اوريكم الطرماي اللي يمشي على هذه السكه. في عندهم طرمايين اثنين، واحد يتبع المدينه القديمه وهو قديم جدا، يعني مثل الطرماي اللي تلاقونه في القاهره القديمه. صاير مر لنا بس مر الطرماي تذكرت القاهره، ان هذه الطرمايات موجوده في القاهره. وبعد ما تنتهي المدينه القديمه يعني نهايه الخط هذا، لنهاية الخط هذا هناك تبدي المدينة الجديدة، يعني تبدي المباني الفخمة وكذا. والطرماي يختلف، هناك طرماي حديث شكله جديد وفخم جدا، بس هني الطرماي القديم تابع للمدينة القديمة. الطرماي القديم اللي تشوفونه من أيام القاهرة القديمة لا زال هو موجود في مصر، لكن موجود في تركيا يعني في المدينة القديمة فقط. يعني خلي إذا مرة أصوره لكم. شوفوا هذا هو طرماي مال طرماي التركي اللي في المدينة القديمة. هو يشبه الطرماي المصري اللي نشوفه هنا في القاهرة، نفسه القديم كنا جميل يعني ما شاء الله. هذه الناس تركب له وشغل عدل، يعني شيء جميل يعني. فوق راسنا ليمون، شوف ليمون، شجار ليمون. هذا في الشارع كله يعني ليمون، وين ما تمشي تلاقي الليمون فوق راسك. الله يتحرك، منظره جميل ويتحرك. واو واو، انا اوريكم الجديد يعني. بس تنتهي المدينه القديمه الطرماي هذا مو موجود، يعني في انواع ثانيه فخمه جدا صايره طابقين و جميل. طبعا هذه بوابة المدينة القديمة، يعني هذه أسوار المدينة القديمة ما تشايفينها، هذه الأسوار العملاقة. هذه كأنها قلعة، قلعة ضخمة جدا ومدينة داخل القلعة، مدينة كبيرة يعني داخل، كلها أسواق، كلها أسواق ومطاعم. هذه يعني البوابه مالتها لغايه هنا، يعني نهايه المدينه القديمه هي هالمنطقه هذه. وبعدها تبدي من الجهه الثانيه تبدي المدينه الجديده. هني بدايه، هني نهايه المدينه القديمه وهني بدايه المدينه الجديده.
هذا تقاطع الان انا في واقف في تقاطع هني المدينه الجديده هاي وهذا الجهه المدينه القديمه نهايتها يعني او بدايتها. شوفوا بس اللي معي انا اوريكم الفرماي او الفرماي المدينه الجديده شلون يختلف عن القديمه. هذا هو الفرماي المدينه الجديده. هذا القطار الجميل هذا الرماي الجميل اللي يمشي على الكهرباء. يا سلام يا سلام هذا هو طبعا جدا جميل فخم. يا سلام. هذا الجهة المدينة الجديدة والجهة الثانية المدينة والجهة هذه هي المدينة القديمة مع نخلها. يعني انت ملاحظ انا النخل هني بس مو موجود بالجهه الثانيه النخل. هذه المدينه جديده في ايطاليا القديمه الجميله بمبانيها الجميله التاريخيه وأسواقها الحلوة وممراتها الجميلة. طبعاً المدينة جميلة رائعة الجمال. شوف هنا عاملين مظلات شمسيات. شوف الشمسيات يسمونها مظلات. منظر جميل جدا. يا سلام يا سلام حلوه الحركه هاي. هذه حركه جميله حلوه. طبعا كلها مطاعم وجلسات جميله. شوف هذا الاكل بتركيا هني في انطاليا. تمام واصل اي طول. شوف حلاكه بس شوف تمام. هذا ابو التمام هذا. خليني اوريكم شغله حلوه شفتها في انطاليا. شايفين هذه؟ هذا الزر تضغط عليه وتطلب تاكسي من هنا. التاكسي يجيك على الرقم هذا رقم 2 مثلا. طبعا 24 ساعة 7 أيام بس تضغط على الزر تكلم راعي التاكسي تقول له اني انا موجود هني وراح يجيك. موجودة هذه في طول الشارع يعني موجود. هذه العلبة هذه الصفرة موجودة تقريبا على كل تلاحظون هذا العمود اللي بعده على كل عمود موجود في واحدة. مجرد تضغط عليها وتطلب تاكسي التاكسي يوقف يجيك لعندك هني يعرف مكانك خلاص. هذا الان رقم 1 شايفينه. وفي الجهه الثانيه وين ما تمشي في الشوارع في انطاليا تلاقي مثل هذه مجرد تضغط عليها تطلب تاكسي راح يجي لعندك. شيء جميل. خليني اوريكم شغله حلوه شفتها في انطاليا. شايفين هذه؟ هذا الزر تضغط عليه وتطلب تاكسي من هنا. التاكسي يجيك على الرقم هذا رقم 2 مثلا. طبعا 24 ساعة 7 أيام بس تضغط على الزر تكلم راعي التاكسي تقول له اني انا موجود هنا وراح يجيك. موجودة هذه في طول الشارع يعني موجود. هذه العلبة هذه الصفرة موجودة تقريبا على كل تلاحظون هذا العمود اللي بعده على كل عمود موجود في واحدة. مجرد تضغط عليها وتطلب تاكسي التاكسي يوقف يجيك لعندك هني يعرف مكانك خلاص. هذا الان رقم 1 شايفينه. وفي الجهة الثانية وين ما تمشي في الشوارع في انطاليا تلاقي مثل هذه مجرد تضغط عليها تطلب تاكسي راح يجي لعندك. شيء جميل.
ما شاء الله هذا محل جميل. هذا يقول كان حمام، هذا كان حمام تركي قديم، هني استأجروه يعني سووا محل لبيع الأثريات والشغلات الجميلة والمجوهرات وإلى آخره. السلام عليكم. هذا محل جميل جدا، قديم 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 ما شاء الله، جدا جميل. نشوف الخواتم عندنا والعطورات هني ودهن العود على كيف كيفك، بس تعال اشتري بس. شوف الخواتم الجميلة، تشكيلة جميلة للخواتم. هذا كل عقد يماني. هذا نوع العقيق عندهم. إذا بخاطرك واحد أنا أخذ لك. تمام، شايف هذا؟ شوف قول لي شنو اللي عاجبك. أنا شريت منهم واحد الصبح اليوم، هذا عقيق اشتريته الصبح اليوم، وقلت باخذ لك واحد بعد. سلمان شوف هذا، هذا شوف شلون صاير، خاتم جميل والعقيق ماله مزخرفينه يعني بطريقة كذي مسوينها، شايفه؟ هذا واحد، هذا كله هذا عقيق. شوف شكله، هذا هذا غامج، هذا عقيق غامج. شكله حلو يعني، هذا مجموعة عنده أحمر خفيف كذي، وفي هذا غامج كنا يعني غامج كنا دم. هذا يعني في شغلات ما شلون صاير حلوة يعني. هذا المحل عنده خواتم جميلة روعة يعني، أنا صراحة صدمت من جمال الخواتم اللي يبيعونها. شوف هذا، شوف هذه الخواتم بالطريقة هذه تصير. هذا من العقيق يعني، عقيق الأحمر. هذا شلون صاير يوم تحف هني يعني. انا اشتريت منهم هذا خاتم عقيق، اشتريت منهم هذا، وهذا كهرب، هذا كهرب سلطنت يوز دوك سانبيش، هذا كهرب كله. وهذا حجر سلطاني، هذا حجر تركي يعني تم اكتشافه في تركيا قبل كم سنة، حجر سلطاني يسمونه، والوحيد اللي يعني موجود في تركيا. هذا يغير ألوانه إلى تقريبا 4 أو 5 ألوان، كل ما تتغير الإضاءة يصير هذا اللون ويعطيك لون وردي وأزرق وأخضر، ويغير ألوانه يعني كل مكان يغير لونه. شوف شوفوا مثلا هني هذا لون، هالإضاءة لون كله رصا. خلنا أوريكم تعال شوفوا هذا، هذا لما تحطه هني يعطيك لون أخضر، شايفينه صار لونه أخضر. هني يعطيك لون بني، هذا بني بالشمس يعطيك لون بني، ويعطيك لون ازرق، ويعطيك لون اخضر، ويغير الوانه يعني حتى بالشمس. خلنا اوريك اياه في الشمس. شوفوا هذا في الشمس، شوفوا لونه في الشمس، شوفوا بالطريقه يعني يكون لونه بالطريقه يعني. هذا الحجر يعني من الاحجار اللي تغير الوانها، لكنه
ما في مو موجود الا في تركيا يعني. يعني المنجم ماله موجود في تركيا فقط، اكتشفوه بالصدفه وتقريبا قبل 20 سنه او اقل، وهو الان يباع في تركيا فقط. اسمه سلطاني، حجر سلطاني تركي، حجر جميل جدا. هذا واحد ثاني بعد، شيء روعة يعني، روعة. خواتم هنا عندهم، شوف هذا الخاتم، شوف جماله، والله يعني انطاليا جميلة جدا. شوف جماله. هذا من الفضة على فكرة، يعني كله فضة، هذا كله فضة يعني. طبعا انا تفاجأت لقيت هذا الخاتم، في خاتم على شعار نجمة إسرائيل، لكن يعني مكتوب عليه يعني أسماء الأنبياء، هذا مكتوب عليه إلياس والمتاح وشغلة كذي. سألتهم يعني إنه، وفي واحد ثاني هذا، أيوة وريني إياه، هذا الثاني شايفينه، مكتوب عليه يعني عيسى وإلياس لكن يعني جميل جدا. سلمان هذا فيروز اللي عنده، هذا واحد اثنين ثلاث أربعة، أربعة فيروز عنده. هذا سلمان، ها